على ما تبقى من مدرسة الشجاعية في غزة افتتح العام الدراسي الجديد. المدرسة التي دمرت الحرب الإسرائيلية أجزاء واسعة منها العام الماضي لم يصلها الإعمار بعد. قضية إدخال مواد البناء هي مسألة في غاية الصعوبة وتسير بشكل بطيء جدا. لم يمكننا من حتى الآن من إعادة بناء 5 مدارس دمرت تدميرا كاملا. من بين هذه المدارس التي تضررت بشكل كبير المدرسة التي نقف فيها جناح كامل دمر أثناء الحرب. حتى اليوم لم نتمكن من إعادة بناء هذا الجناح. أطفال وسط الموت تصرخ بعالي الصوت، دعنا بهذا الكون شوفوا يتم البيوت في أوبك. داخل الصف تغيب مفردات الفرح بالعودة إلى المدرسة، فالحديث هنا إما لأحلام بسيطة أو ذكريات مريرة. أنا بدي يعني المدرسة تكون يعني تنبني وتكون يعني حلوة ونضل ننبسط عليها. بتذكر أيام الحرب لما وإحنا سردياً ليش بعيد يا عم؟ إيش صار وانت جنبين؟ وإحنا سردين انكسرت إيد أخويا وإحنا على الجانب الآخر مئات الموظفين في سلك التعليم يؤدون عملهم بدون راتب منذ أكثر من عام، إضافة إلى عجز قدر ب400 معلم نتيجة تزايد عدد الطلاب الذي وصل ل240,000 في مدارس القطاع الحكومية. عام دراسي مضى وآخر بدأ والدمار في المرافق التعليمية لا يزال على حاله، لتبقى صورة الحرب ملازمة للأطفال حتى في مقاعد الدراسة، أمر يخشى من تأثيره على مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب عدا عن آثاره النفسية. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.